اخواننا واحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا غادي نعطيكم الحلقة ونفسر لكم شنو هو، علاش حنا سميناه فيروس كورونا، وشنو هي بي كورونا، وشنو هما الاشياء المسمات بشكل عام الثقافة الاجتماعية. الثقافة الاجتماعية كتشير لواحد النص اللي هو مثلا كما كنقولوا الناس المتمدرسين والناس اللي غير متمدرسين والناس الذين يحصلون على الشواهد ومنح والناس الذين لم يدرسون ولم يحصلون على الشواهد ومنح. داكشي علاش شرنا لكم بانه خصو يكون اكتمال في الحقوق البشريه للمواطنه والمواطنين في الواجبات الرقميه الماديه. سميتو بي كورونا او فيروس كورونا، واش هذا مرض ولا نتوما مرض حيت ما كتشوفوش المواطنين المحتاجين، كتبينوهم بمنظور مختلف لمصالحكم التلفزيونيات والراديوات، المجتمعات ديال الجمعيات وكذا وكذا من مسجلين لديكم. يعني كتبانو لي نتوما من دوك الناس اللي غير واخدين واحد المنظور جهوي عام، واخدين غير واحد المنظور جهوي خاص في النص التوازنات. لان شنو هو مثلا هذوك الناس اللي مثلا غير متمدرسين ما كيحصلوش على واحد المنح اللي هي المقدور ديالها رقمي مادي شهري، هما كيبقاو حتى مواطنين، يعني اللي ما كيفوتوش المقياس ديالهم في التمدرس ديالهم نيفو باك، كانوا متمدرسين واللي ما كيفوتوش المقياس ديالهم حتى التمدرس، كيبقى تاهما خصهم يكونوا منخرطين في ديك العلاقة ديال النفقة الرقمية للجامعات، عندهم حق فيها لأنهم داخلة في أسس المواطنة والمواطنين بشكل عام وليس بشكل خاص في أمور التمييز في وطنيتهم في الحقوق والواجبات الخدمات الإدارية من جميع الحقوق المغربية أو العربية في بعض الدول اللي كتبغي تأسسها على دولها، باش كيتم داك التعادلية ديال المنح. لأن في النقطة الأولى هو كتبقى ديك الفئة اللي كتستفد من دوك المنح كتستفد من المنحتين من خدمات أوطانية. أما هي الخدمة الأولى هي الشهادة، والخدمة الثانية هي المنحة، كيوليو منحتين. الفئة التي لم تحصل على خدمات مثل الفئة الثانية في أمور التمدرس كتبقى في المرتبة الأولى في الخدمات الرقمية الدعم المادي، وفي الفئة الثانية من الفئة الزيرو كتبعها الفئة الواحد اللي هي قرات مثلا من الابتدائي الى حوالي كاتريام او سيزيام، مثلا ما شدوش ديك الشواهد البكالوريا باش يستافدوا من دوك المنح في حقوقهم الماديات من اجل التربية والتعليم من عدم الاختصاص في امور تم دروسهم او حتى الاهتمام بهم من أجل توصيلهم إلى أماكن المواطنة من أجل الاستفادة بشكل عام باسم الجامعات والتخصصات في قطاع التمدرس. يعني خصهم يولي عندهم واحد التوازن محكم على المنح في أمور الوطنيات والمواطنين والوطنيين، وكما نحب لأنفسنا ونحب لوطننا ونحب لشعبنا ونحب لملكنا ونحب لجميع الركائز المجتمع المحتاج والهش على فئته، نحب دعمه ونحب طاعته من أجل المحتاج، نصرة المحتاج ونصرة اليتيم ونصرة المحتاجة ونصرة اليتيمة والفقيرة والفقير والطبقة الوسطى والهشة والكادحة
وحتى طبقة الصفر اللي هي على آخر الهشاشة والتنمية البشرية لأجل إصلاح المجتمع. هذه كتكون نقطة من عدم ديك الدعم الإداري ديال كل الجامعات من أجل دوك الناس بواحد المنحات شهرية مثلهم مثل المتمدرسين، كتكون دعم وافتخار بعدم توصيل لهم خدمة التمدرس إلى تمدرسهم أو إهمالهم في المسؤولية الخدمات ديال كلية التمدرس والجامعات. هذه وحدة. والنقطة الثانية كتكون ما كتخلقش واحد التمييز ما بين فئة متمدرسة وفئة غير متمدرسة، وهما مواطنين وحدين تجاه المسؤولية الوطنية. ورابع شيء كيكونوا مثلا فاتوا واحد السن اللي هو باش كما كتقول الدولة أو كتقول الجامعات والأطر العليا، كتقول بأنه كيكونوا الناس فاتوا مثلا السن ديال التمدرس، حنا كنشيرو التعويض ديالهم في عدم التمدرس ديالهم إلى التعويض ديالهم هو الشكل المنحة المادية من طرف الجامعات والحقوق وزيد وزيد بشكل عام في عمل اجتماعي. هذه كتولي كترفع معنويات عاوتاني لأمور الأساسيدة والأطور والتمدرس والجامعات وزيد وزيد، وما كيبقاش واحد التمييز كلامي بشري بدون أدنى شك للمعرفة العامة، بس تكون معرفة محدودة على الخاص في الوطني. كيبقى سيدي كيوليو مكتملات على شي حاجة سميتها خدمة الوطن والمواطنين بشكل عام في أمور الاجتهاد وليس في أمور تجهيل المجتمع بطريقة مسؤولية ديال قوة مستدركة على سوابل التمدرس الخاص. كتولي قوة متمدرسة على التوابل المثبتة على الركيزة العامية في الوطنية وإخلاص الوطن والمواطنين بشكل عام في واجباتهم وخدماتهم العامة الإدارية الجهوية المحلية الداخلية التي تشمل جميع نصوص البشرية الوطنية الذين يحملون بطاقة لاكارت ناسيونال أو أجهزة جوازات السفر الوطنية، باش كتتم واحد العملية مكتملة للوعي والثقافي و المحط في العدل والثقافة. كتوجه الناس في عدم التساؤل لماذا يكون التمدرس في جهة والمجتمع في جهتين. وتحياتي لكم جميعا.